مراسل حلب اليوم يقول إن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة حافلة تنقل عناصر من المخابرات الجوية على طريق الكرك الشرقي الغارية الشرقية بريف درعا، ومصادر موالية تؤكد إصابة 17 عنصرا. سقوط صواريخ مجهولة المصدر في مدينة إدلب استهدفت مناطق تضم مقرات عسكرية لتنظيم حراس الدين. إسقاط طائرة استطلاع روسية شمال مدينة خان شيخون في ريف إدلب. الإفراج عن الدكتور ركان الصفدي من بلدة الغارية بريف السويداء بعد أيام على اعتقاله من قبل أمن النظام عند حاجز قصر المؤتمرات على طريق دمشق السويداء. إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا تعلن استمرار العمل في المعبر بشكل طبيعي من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء. اليونان تعلن وصول أكثر من 500 مهاجر على متن 13 قارب إلى جزيرة ليسبوس قادمين من تركيا. بركان سترومبولي في جزيرة صقلية الإيطالية يطلق سحابة كثيفة من الرماد والحمم البركانية تجاه الساحل الشمالي للجزيرة ويثير رعب السياح.